دايرة الكهرباء اتحرقت. يا دي النيلة، أنا لو كنت هنا وشفتها كنت لحقتها. لقيتها. طيب انا لازم اغير توجيه معزز التحكم. جميل. طيب ايه بعد كده؟ ودلوقتي نعيد تظبيط الفولت. خلصنا. هنشوف لو ينفع ده. حلوة قوي. الدكتور كان بيجرب مواد جديدة للأطراف الصناعية، طلب مني مراجعة شغله لو عندي وقت. لما أعمل كده دلوقتي؟
بيتر، شكراً تاني لإضافة التقييمات من غير اسم، لأن ده مهم جداً في مجالنا. فكرت كتير وإحنا بنحضر للتجهيزات الجديدة، وجات لي كده فكرة فجأة، هل هي دي أفضل وسيلة لتعويض الأطراف؟ حاجة سخيفة فعلاً، بس أنا بفكر فيها دايماً، في طريقة أحسن؟ الدكتور جرب مادة توصيل جديدة للأطراف الصناعية. الهيدروجيل بوليمر ده مادة مركبة قوية بس مقاومتها عالية. الأحسن إن أنا أنصح الدكتور إننا ندور على مواد تانية. تمام، لازم أخرج من هنا قبل ما أبوظ حاجات أكتر للدكتور. سبايدر مان، أنا يوري. هو فيسك وصل رايكر؟ مش رايكر، ابننا لازم يتعامل زي المهمين. هو في رافت. انضم العقرب وإلكترو والباقي. فيسك لازم يتكرم، دي شركة محترمة. أنت ممكن تعدي عليا في القسم، حصلت مشكلة وعايزين نستفيد من مهاراتك المميزة. عشانك يا يوري، أنت تأمري. أنا في الطريق. حلقة جديدة من برنامج دي الحقيقة هتتعرض. يا ترى أكبر معجبيني شايف هزيمة فيسك إزاي؟ برنامجكم الحقائق فقط مع جي جونر جيمسون. هنتكلم عن القضايا اللي بتشغل البلد مع الفائزين بجائزة بوليتر. مرتين. للمرة الثانية محرر سابق في ديلي بيجل يفوز بالجائزة. أهلا، خذوا كتاب. وإزاي؟
ما عودناكو. لو طلبتوا كتاب السيد جيميسون سبايدر مان تهديد ام خطر في خلال 4 هتاخدوا نسخة موقعة من غير رسوم إضافية، من غير شخصنة ما تطلبوش، مش هتاخدوه. أهلا وسهلا بكم في الحقائق بس مع جاي جونا جيميسون، وبنحذركم من مصايب انتم ما تعرفوهاش لغاية دلوقتي. خلينا نستقبل المكالمات على طول، اتفضل. مش من غير سبب، انت لازم تقدر سبايدر مان عشان هزم ويلسون فيسك، مش كده؟ إننا نخلص من زعيم عصابة تاني ده أفضل للجميع. صحيح، قول لي، أنت ضابط شرطة؟ نائب عام؟ طب يمكن مراسل حصل على جوائز وعندك خبرة ومخضرم في المهنة زي مثلاً. لا أنا سباك. تمام. طيب خليك في خبتك واخرس خالص. خليني أوضح لك حاجة بخصوص زعماء العصابات. أول لما واحد منهم يقع كل واحد تافه عنده سلاح ولبس رياضة ودرج مليان سلاسل ذهبية هيعمل نفسه الزعيم الجاي. هيبقى عندنا حرب عصابات في الشوارع، لكن هل ده يهم الأحمق اللي راسه فيها شبكة؟ طبعاً لا. أصله خلاص طلع في التلفزيون وده المهم. ممكن أجيب الأنابيب النحاس من العمولة دلوقتي، وفي بداية حرب العصابات دي أنا هكون في صف صاحب الرأس الشبكية. وهتغني بطريقة مختلفة خالص لما تلاقي ثلاث عصابات يغرموا ثلاث أضعاف المبلغ ثمن نفس الأنبوبة، أو ببساطة تكسر رجليك. باي باي. في يوم من الأيام يا جونا هخليك تقول كلام حلو عني. يوم من الأيام ممكن تعمل لنا أي حركة. آسف، طوارئ عنكبوتية. مشكلة. عاوز يعدي؟ أنا غبي. آسف.
دلوقتي بعد ما بطلتي تدخين هتقولي ايه للناس لما تيجي هنا؟ انا عايزه استريح من تفاهاتهم. كده عدل. ها اتصلتي ليه؟ عايزه ميعاد حفله الشرطه؟ عندك بدله ابيض في اسود؟ مفيش حفله السنه دي، صرفنا كتير على دمج تقنيه مراقبه اوسكار. الموضوع يستاهل صح؟ كان يستاهل لحد ساعه فاتت. النظام كله وقع في كل المدينه وفي كل برج. ازاي؟ قالوا لي ان في حد اخترق السيرفر الرئيسي وكل الابراج مفصوله. عمل داخلي؟ ممكن، هكتشف ده بعدين. عايزين نرجع الابراج دي ونوصلها تاني بسرعه. عشان كده كلمتيني؟ انت لطيفه. انا كلمت شخص واثقه فيه، كمان الاشارات مشفره وما نعرفش بتتصلح ازاي. بحب التحدي. اللي تكسره تصلحه. افتكرتك وثقتي فيا. لما نبص على البرج ده، أشرطة الإدخال اتنقلت بإتقان. البرج اشتغل دلوقتي، أنت اللي شغلته؟ مش بس لابس قناع ولا إيه؟ أياً كان اللي عملته، هل ممكن تعمله في باقي الأبراج؟ طبعاً، بس عشان تعرفي لازم أضبط البرج عشان أصلحه. أنا شايف كل البيانات الجنائية في المنطقة دلوقتي، شكل في اقتحام حصل قريب. جميل، في وحدات قريبة. ما تقلقيش، أنا مسيطر. يلا احمي ظهري. متأكد ان الرجالة دي ما نسيتش مفاتيحها. باخد بالي من نفسي. أنا متأكد إنك تقدري، بس احتياطي في مكان اسمه مركز فيست. فهمت، أنا مش عايزة صدقة. بيعملوا أحسن كيكة في البلد، معروفين. ماما كانت بتعمل لي من دول، ما كلتهمش من زمان قوي. هشوف الموضوع ده. شكرا يا سبايدي. أنا سبايدر مان نوا. أنا لازم أشوف البرج التاني من هناك. أوبس، آسف. ارمي الشبكة. ايوه يا سبايدر مان، واجه
دي مثلا. من مكانه العالي الضابط العنكبوت بيتجسس على وجهته. برج مراقبة تاني. انت بتتكلم عن نفسك كأنك حد تاني؟ ايه؟ لا اكيد لا. القائد عمره ما فهم الشرطي العنكبوت، افتكروا سلاح طايش. انا ندمانة فعلا. أنا أقدر أعدل الأبراج دي عشان أتابع حاجات أكتر من الجرائم. شيء هايل، الأبراج لقطت كل إشارات الراديو دلوقتي، ومنهم واحد جنبي. وإيه ده؟ واو، شنطة مدرسة قديمة من أيام سنة، كنت نسيت إن حطيت فيها نقط تتبع. كم واحدة متوزعة حوالين المدينة؟ سامعني؟ في سرقة حاصلة في مبنى قريب. الضابط العنكبوت هيتصرف، نصه راجل نصه عنكبوت، كله ضابط. افتح الخزنة، افتح. ها شباب. سبايدر مان اقتلوا. مجرمين اكتر؟ شباب لو اشتغلتوا بالجدية دي في وظيفة حقيقية مش هتبقوا مجرمين. هتندم على كل ده يا عنكبوت يا مان. تمام يا يوري، هصلح اخر برج في الحي الصيني دلوقتي. مش انت قلت الضابط العنكبوت هيصلحه؟ كنت بفكر بس يا يوري، حفظ الامن امر سهل، والشرطي العنكبوت هو مش شخص مبتدئ ابدا. الضابط العنكبوت طلع معاش رسمي. شكرا بجد، عايز اشرب.
هنحتفل كلنا الليلة يا يوري على شرف الشرطي العنكبوت الدؤوب. يوري، يوري انت هنا؟ يوري انت سمعاني؟ شكلها غرقانة في مشاعر اللحظة دي. حاجة زفت، ما ينفعش اخلي الناس تصورني وانا بشعر صدري كده. ادوات تصليح البدلة في المعمل. يا ترى دكتور اوكتيفيوس راجع تاني؟ دكتور، حصل ايه مع اللجنة؟ اسف قوي اني لخبطت الدنيا. عادي يا بيتر، هما قلقانين عشان قربوا من النجاح. هيدوا بيعملوا كده دايما. لازم ارجع المعمل انظفه؟ لا، انا هخرج اتعشى، هنكمل بكره. استراحه ونرجع لصناعه المستقبل. نفسي اعبي وابيع تفاؤل الراجل ده. شكله مش راجع المعمل النهارده. هشتغل بقى انا على بدلتي في السر. سيارة تجري الآن. مطلوب ضباط في تندرلاين. يرجى العلم. شكل الدكتور مشي. ده وقت شغل العنكبوت. باركر، دكتور اوكتيفيوس، انا ايه اللي معاك ده؟ اكل صيني؟ لا اعرف انك هنا. شغال علي مجرد مشروع جانبي. طبعا ده انت. انا مش فاهم انت بتتكلم. اوه، بقولك ايه يا باركر، دي واضحة. طيب خليني اشرح. كان نفسي تقولي قبل كده. كنت عايز اقولك، بس خوفت على عيلتي تكون في خطر لو الحكاية اتعرفت. ايوه، أعتقد لو أنت اللي صممت أجهزته هتبقى مستهدف زيه. أيوة تمام. ما تقلقش، سرك في بير. ماشي، هسيبك ليها. شوف إيميلك. أتمنى ما يكونش الدكتور طردني. بيتر،
تصميم بدلة سبايدر مان كعمل إضافي هو ده مصطلح صحيح؟ بيفكرني بمميزاتك كرجل وشريك ليا، فمهما أخذ منك شغلك من وقت وجهد بتلاقي وقت لمساعدة الناس دايما. لو ما تتضايقش أنا لاحظت إن البدلة متبهدلة شوية وقررت أصلحها وأضيف عليها شوية تعديلات. أضفت لها شوية حاجات بأفكار لتطوير بدلة سبايدر مان علشان تحميه بشكل أفضل. متحمس جدا للي هنعمله مع بعض لتغيير العالم. شريكك وصديقك أوتو. عنكبوت أبيض ها؟ أكيد ده هينفع. معلش اتأخرت على الشغل. ورجعت زي الأول. سبايدر مان، عرفت ازاي رجال فيسك قدروا يستمروا في إدارة أعماله الغير قانونية؟ مواقع البناء. مش ده اتقفل لما اتقبض عليه؟ لا، دي واحد من أعماله القانونية، مستثمرين تانيين، ما ينفعش نتصرف من غير قضية قوية. هي وصلت دلوقتي صح؟ عشان كده بتمنى إنك تراقب الأماكن دي، وتقولي على طول أول ما تلمح حاجة مريبة. معاكي، هكون سبايدر مان متطفل الحي عشانك. يوري، أنا في موقع يخص فيسك الأعمال البناء، شايف رجالة كتير هنا شكلهم مش بيبني. هما بيعملوا إيه؟ أنا هكتشف الموضوع. رسالة وصلتني من الدكتور، يظهر إنه بعت فكرة لجهاز جديد لسبايدر مان. هو الراجل ده مش بيوقف اختراع أبداً؟ واو، شكل الموضوع كده هينجح.
عارفين ان هم بيلعبوش معانا. الدكتور هيكون فخور. مش مصدق ان سبايدر الموضوع ما انتهاش. لا مش عارف بس آسف. هو مش مفروض ان تعمل اي حاجة. يا رجالة أهلا في الحفلة. قواعد المنزل، سيبوا جزامكم عند الباب، ولو ما كنتوش لابسين شرابات في الحالة دي اشتروا الشرابات الأول. ابعدوا البتاع ده عني. هو متعور، نخلص عليه حالا. الفل يوطي الزعيم، عايز يخلص عليه. حد عايز يستسلم؟ مفيش؟ لا حلق عليه. خد بالك هو متعور، نخلص عليه حالا. قررت تحضر حاجات؟
اضربه. انتشر وقعه. هناخدك حي او ميت. بيسترش اضربه للطير. خلي بالك. اهلا يا رجاله، اهلا في الحفله. قواعد المنزل، سيبوا جزامكم عند الباب، ولو ما كنتوش لابسين شرابات في الحاله دي اشتروا الشرابات الاول. انا مش هبعد عنه. خلصوا عليه وبس. ما يقدرش يخلص عليه. ممكن نخليه يفوت. حد عايز يستسلم؟ مفيش؟ عادي الضربة دي. ممكن نخليه يفوت. انا مش هبعد عنك. بس رد مام. انت اللي عاوز كده. المكان اتقفل يا كابتن، الحقيقة اتغطى بالشباك. أخيرا حد بلغ عن صوت اطلاق نار، الشرطة بتتحرك في الطريق. برافو عليك. فيسك عنده مواقع بناء كتيرة في المدينة، أكيد بتطل على الشارع، خلي بالك كويس، وبلغني لو شكيت في أي حاجة. لو عايز ألاقي مواقع البنى بتاعت فيسك لازم أضبط برنامج تصميم الخرائط عشان يبقى أدق. المفروض إن نشر الخريطة على صور المعالم المشهورة يكون مفيد. عارف المفروض أبدأ بمين؟ ستيت الجميلة، قد ايه بحب المدينة دي. ده وقت التصوير.
كده كفاية، لازم أضبط الخريطة تاني. بقالي كتير ما صورتش من ساعة ما سبت بيوجل، نسيت الانبساط ده، لازم أركز على معالم تانية صورها. ها ده مستر لي. أهلا بيتر، أنا مارتن لي. كنت عايزك تعرف بس إننا محتاجين وقت نستعد لحفلة نايو. تقريبا توصيل الكيك هيتأخر في الزحمة. أكيد، قولي بس لما تجهز وأنا هاجي. تمام، هكلمك بعدين. تمام، عندي وقت فراغ، هشوف إيه اللي بيحصل في المدينة. أهلا يا أستاذ ماجنز، لو ده بخصوص الإيجار. أستاذ باركر، المكالمة دي ثالث وآخر تحضير لي إجراءات الإخلاء. استنى، أنا هقبض آخر الأسبوع، ممكن إجراءات الإخلاء هتبدأ يوم الجمعة إلا لو سددت كل الفلوس قبل ما يخلص وقت الشغل. سلام. أيوة، يوم جميل. أهلا مستر لي. بيتر، احنا أهلا مستر لي. بيتر، احنا جاهزين للحفلة، وقت ما تكون جاهز نبدأ. هايل، أنا جاي. عشرة عشرة، بلغ عن عملية بيع مخدرات، بلغات بتجيلنا من حي طوكيو. أحط شنطتي فين دلوقتي؟ شكل مستر لي في المطبخ بيحضر للحفلة. طب وكلبي؟
مفيش مشكلة بشرط انه يكون مربوط. اهلا بيتر. هاي بيتر عامل ايه؟ اهلا مارتن، اسف اني اتأخرت. في الوقت المناسب، شتتها لحد ما كل شيء يبقى جاهز. تمام فهمت. هي عمتي المفضلة هي. بيتر، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اساعد؟ ايوة طبعا، في صناديق تقيلة. لا لا لا، اقصد لسه، قصدي انا جيت انا بس كنت عايز اتكلم. تمام ماشي. بيتر، انت في مشكلة؟ عايز فلوس؟ لا، هو انا متأخر شوية في الايجار بس. لا لا انا كويس. مشاكل بنات تاني؟ ايه؟ لا ده جنون. اتمنى علاقتك بام جي تستمر، دي بنت كويس. هي فعلا، بس انتوا ممكن تخلفوا اطفال حلوين. واو. بيتر، ايه الموضوع؟ يلا ممكن تقولي. الكام سنة اللي فاتوا انت ساعدتيني في الكلية وفي الشغل، انت ضحيتي كتير قوي وما طلبتيش اي حاجة. بتمنى يبقى في ناس كتيرة زيك في العالم. هو على حق، من 5 سنين انت جيتيلي هنا وقلتيلي ان انقاذي للناس كان مصدر الهامك، ودلوقتي انت اللي بتلهميني. شكرا ماي على كل شيء، في صحة سنين خدمة كتير. شكرا مرة تانية على كل حاجة. بتمنى لو أقدم لك أكتر. تمام، ماي كانت تقولي لو ساعدت حد. كأنك ساعدت الكل. نخلي ماي تروح مبنى البلدية وتقول كلمة مع العمدة. لازم أمشي. شكرا تاني على الحفلة وكل حاجة، ده كتير بالنسبة لي. رسالة صوتية من يوري، لازم أشوفها بره. ازيك يا بيت؟ عمتك ورا تقريبا. صوتية من يوري. ازيك، الانذار الصامت بتاع مزاد ممتلكات فسك اشتغل، تعرف تشوف فيه ايه؟ بهدوء، مش عايزة دوشة عشان لو الموضوع طلع هايف. بيع ممتلكات فسك؟ شكله متعة. يا ترى كينج بين مخبي ايه في خزنته؟ كان لازم اروح المعمل، انا اسف. ما تعتذرش، اللي قلته فرق معايا جدا. انا بسأل دايما لو انا كانت معاملتي معاك كويسة. كفاية اسئلة، بعد ما اهلي وعمي بان ماتوا كنت هنهار اكتر من مرة لولا انك فضلتي جنبي. تمام، ده شعور متبادل يا بيتر، كنت عاوز اتأكد انك عارف ده. بس ماي انا مش عارف اقول ايه. أظن إن السيد لي محتاج مساعدة، هروح أشوفك قريب. بحبك. وأنا بحبك. لكل الوحدات، الاعتداء مستمر. مطلوب ضباط في سنترال بارك، يورجا رد.
يوري قالت بشويش لازم مدخل خلفي. بدأ الصبر يخلص. الملف موجود فين؟ في حد تاني هنا، هم أكيد أخدوا الأقنعة دي. مين الناس دول؟ مفيش أي حد هنا غيرنا، إحنا هنلاقي الملف وإلا هتموتي. الوضع سيء، هيقتلوها لو نبهتهم، لازم أستبعدهم بهدوء. يوري، الإنذار الصامت حقيقي، مسلحين مقنعين ورهينة واحدة، شكل في عملية سطو هتتنفذ. تمام، هبعت لك قوات، ما تخليش الدنيا تبوظ لحد ما يوصلوا لك. هعمل كده. لازم أتحرك بهدوء، مش عايز أنبه التانيين. شكلهم بيرتاحوا هما ملفوفين بالشبكة. أنا لازم ألفه من فوق. بالراحة. أكيد بتاعت ولا حركة. عارف لو باخد فلوس كل مرة يتقال لي ما تتحركش. أهلا بيت. أم جي، أنت بتعملي إيه هنا؟ زي ما بتعمل، بشتغل أو كنت بشتغل.
اعتقد ان ده بتاعي. ايوه شكرا. روبي خلاكي تغطي الاقتحام لصالح بيوجل؟ تمام. روبي ما يعرفش ان انا هنا فعليا، وما كانش اقتحام لحد كام دقيقة فاتوا. خلينا نشرح. أنا أسفة. أهلا، أنا ماري جين واتسون وبغطي بيع مبنى فاسك. أهلا. كريج قال هنعمل ده بكرة. أنا بحب أخد كل حاجة. طب أنا مش هقدر، لازم ترجعي تاني بكرة. تمام صح، أنا أسفة. هاي كريج. لا أسفة، بس شكلنا كده هنشوف حاجة تانية نغطيها. مش عارفة، ممكن القطعة التعبيرية؟ عارفة، أنا أقدر أعمل شغل النهاردة. أكيد. أنت هنا؟ مفيش أحلى من كده. شكراً كريج، ولا يهمك. تمام يلا بينا نبدأ. شوفي المكان وبصي على الحاجات، هستناكي جنب تمثال باكو لما تكوني مستعدة تبتدي. تمام. فسك ضرب بيتر وعوره بده في أول مرة اتخانقوا فيها. يومها بيت هرب وأغمى عليه في صالة بيتي، وكان لازم أسرق عربية بابا علشان أروح بيه المستشفى. دي كانت بداية لحظات الممرضة إم جي الكتيرة جدا. فاكرة لما فسك بدأ يستورد الآثار عن طريق التهريب؟ ساعتها اشترى المينا عشان يخبي فيها الآثار، وسرح الموظفين القدام كان من ضمنهم بابا. أتمنى لو كان لسه عايش عشان يشوف قد إيه الدنيا دوارة. ساعات بحس إن تاريخ العالم كله مجرد أولاد بيلعبوا لعبة الحفلة التنكرية ويتخانقوا مع بعض. سيم كاريا، مش دي كانت بتيجي في الأخبار؟ فهمت ليه بيتر عمل كده، لكن عمري ما حبيت جملة الأبطال مستخبيين ورا قناع. تقريبا طالما إنك البطل يبقى لازم تتحمل نتيجة أفعالك وتفضل تقول أنا اللي عملت ده. دي نوعية الأبطال اللي نفسي أبقى زيهم. أنا مش عارفة أنسى الصورة دي، مليانة بالصراع ما بين التمثالين.
كيوتو جميلة قوي، من أمنيات حياتي نسيب كل حاجة وسافر ولف العالم، لكن حياتي وشغلي هنا. قولي لما تكوني جاهزة نبتدي. كده تمام. أظهرت الجرائم المخبأة للنور. في عندنا صحفية تحقيق من الطراز القديم هنا، عجبتني. نبدأ بالجايزة. قطعة فريدة من كاكيمون باكو. جميل، هو ده المفوني؟ صح، الأستاذ فيسك عنده ذوق خاص. خدي صورة من فضلك. القراء هيبقوا عايزين يشوفوا، ما تنسيش تاخدي صورة. كنتي تعرفيه كويس قبل ما يتقبض عليه؟ في السياق المهني اهتميت بكتير من مبيعاته. خلينا نكمل من فضلك. دلوقتي القطعة الرائعة دي بتمثل تأثير قلوب تراشيكومي الفني بالحبر. تمثالين النيو رائعين، عشان كده فسك بيحبهم، ده أسلوبه طبعا. حب الإزدواجية، صرخات التدمير، لكن الابتكار يعمل في صمت. خدي صورة من فضلك. انت شكلك نسيتي تاخدي الصورة. يا ترى انت خدتي صورة؟ ما تنسيش تصوري. ما تنسيش تصوري القطعة دي، دي كنز حقيقي. كان في أي حاجة مش طبيعية في أي مبيعات مسكتيها عشانه؟ لا لا طبعاً، لا على حسب معلوماتي لا. ابقي خدي بالك من شكل الذهب على طقم الشاي للاحتفالات. حد من اصحابي عند المدعي العام قال لي ان فسك بيغسل فلوس من مبيعات الفنون. انا متاكده اني معرفش حاجه عن الموضوع ده. انا عارفه، كنت بس بسال بما ان اتقبض عليه لو لاحظتي في يوم اي حاجه غريبه. تعرفي في الحقيقه انا ما عنديش وقت خالص. خلينا نجيب صورة الغلاف طالما معانا وقت. لما قلت لصديقي عند المدعي العام اني بعمل حوار معاكي قال ان اسمك مألوف. خلينا ناخد الصورة بس، اقفي هناك. انت متأكدة انك مش عايزة تقولي حاجة مش بطريقة رسمية بخصوص انشطة فاسك؟ ما اعتقدش ان قرائك هيهتموا ب
مش ممكن. استني هنا لو سمحت. لحظة، هو ده لازم اخد صورة. المفروض ده ما يبقاش هنا. اهلا كريج، سامعني كريج؟ هكلمك بعدين. حبيبتي، رأيي انك لازم تمشي. او ممكن ادخل الحمام بسرعة؟ تمام، تعالي معايا. شكرا. ده المكان بجد حلو فعلا. اكيد، وهتكون اخر مرة تشوفيها. حمام السيدات في الجنب، بسرعة. اكيد هرجع بسرعة. اهلا يا كريج، كان المفروض تتصل لان الصحفية اللي بعتها من الواضح انها مش بتكتب المقال اللي اتفقنا عليه. لا، هي هنا دلوقتي. لازم ادخل الاوضه اللي ورا دي. لو ظني التمثال ده في محله فدي هتبقى قصه كبيره قوي ليا. يعني ايه اضطر يحدد ميعاد تاني لو دي مش صحفيه عندك؟ امال دي مين يا كريج؟ مين دي اللي في دار المزاد بتاعي؟ مش مصدقه. لحظة، بتعملي ايه؟ اقولك مش مهم، اخرجي حالا. مفيش، كنت بقول ايه؟ ايوة صح، اول حاجة هعملها اني هخلي الاستاذة المحققة الصحفية يتقبض عليها. تاني حاجة هعملها اني هقتلك يا كريج. ياه، دي زعلانة. ده بشكل كبير تهديد. اها، طبعا كريج. صح. مش مصدقاك. اها، في تتكلم معايا عن ده. فيسك بيستخدمه علشان يخفي ادله. ليه الشرطه ما تقبضش عليه؟ عارفه ان التمثال ده بيتفتح، بس ازاي؟ يا ترى في اي ادله جوه هنا؟ اللي وراهم ده النيو، بس شكله مختلف. أكيد بتحس بالراحة مع فيسك. التمثال بيتحرك. الوضعية المعروفة أكتر هي القوى الكامنة. بق مقفول، الدراع الشمال لتحت، الكف اليمين موجه لقدام.
يمكن القطعة دي بتتحرك. قربت جدا، بس في قطعة ناقصة. أنا شفت دول قبل كده. حاجة في ايد من ايديه. هو ايه ده؟ غلط. ينفع، بس مش هو الصح. هو ده نورمان أوسبورن. هو ايه ده؟ ديفلز براث. ايه هو ديفلز؟ ايه اللي لو سمحت يا فندم ما ينفعش يكون وحش. التمثال فين؟ في جوا هناك. بعوانجين找出来.
كنت في طريقي خارجة لما شفتك. محظوظة لأنك لسه عايشة. ده اللي قاله اللي أنقذته من 5 دقايق. اسمع، أياً كان المقنعين دول عايزين الملف ده، بس مش هقدر أخرجه من هنا وإحنا متحصرين. طيب ماشي، استخبي هناك، أنا هقضي على الأشرار واخرج لما أمن المكان. خطة حلوة. مبسوطة أني شفتك. أنا كمان، بس مش ده بالظبط اللي تخيلته عن لقائنا تاني. مضحك. ده بالظبط اللي تخيلته.